بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة بإذن الله سنتطرق إلى الجزء الثاني من تمارين أوظف معارفي في ميدان الظواهر الكهربائية وفي وحدة التوتر الكهربائي. ومباشرة مع التمرين رقم 11 الذي ينص على ما يلي: عندما يتم توصيل منوب دراجة بمدخل راسم الاهتزاز المهبطي، فإن شكل المنحنى البياني للتوتر الكهربائي الذي ينتجه المنوب يتعلق بسرعة دوران العجلة كما هو مبين في الشكل. الشكل فيه وثيقتين، وثيقة ألف وثيقة باء. إذن السؤال الأول يقول: يتكون منوب دراجة من قسمين أساسيين، أذكرهما. إذن كما رأينا في دراسة منوب الدراجة أن المكونات الأساسية له هي المغناطيس، والذي يسمى بالعنصر المحرض، حيث أن المغناطيس الموجود في دينامو الدراجة هو على غير العادة ليس مغناطيس ثنائي القطبين، بل هو متعدد الأقطاب، يعني يكون إما 4 أقطاب أو 6 أقطاب أو حتى 8 أقطاب. إذن لماذا هذا التقنية؟ وذلك لجعل أداء الدينامو متميزا أو أداء جيدا. ضف إلى ذلك يحتوي الدينامو على وشعة، هذه الوشعة هي التي سيطلق عليها المتحرض، والوشعة هي الأخرى التي هي عبارة عن سلك نحاسي معزول تم لفه على عنصر عازل، تكون موصولة بنواة. أيضا النواة هنا مهمة لتجعل أداء الوشعة أفضل وأحسن. إذن قلنا المغناطيس هو المحرض والوشعة هي المتحرض. لماذا المغناطيس هو المحرض؟ لأنه هو الذي يحرض ويحث الوشعة على أن تولد توترا يسمى التوتر المتحرض. هذا التوتر المتحرض إذا تم توصيل طرفي الوشعة أو الدينامو بدارة كهربائية، يعني كمصباح مثلا، تصبح لدينا دارة مغلقة، وبالتالي فإن التيار الذي سيمر يكون أيضا تيارا متحرضا أو تيارا متناوبا. المطلب الثاني: هل التوتر الكهربائي الناتج من خلال هذه الوثيقة مستمر أو متغير؟ على إجابتك. إذن فالتوتر الكهربائي الذي ينتجه منوب الدراجة هو توتر متغير أو متناوب. نعلل لماذا؟ لأنه يأخذ قيما موجبة تتبعها قيم سالبة مساوية لها في المقدار وخلال نفس الزمن. إذن هذا بالنسبة للسؤال الثاني مع التعليل. السؤال الثالث يقول: عبر عن سرعة دوران العجلة بالدورة على الثانية تور بار سكوند، احسبها في كل حالة. إذن هو أعطى لنا في الوثيقة اليمنى عدد الدورات على الدقيقة، والتي قدرت ب60 دورة في الدقيقة، نحولها إلى عدد دورات في الثانية. إذن سرعة دوران العجلة في الحالة الأولى نقوم فقط بتحويل الدقيقة إلى ثواني. إذن هنا لدينا 60 دورة على دقيقة واحدة، بمعنى على 60 ثانية. إذن 60 على 60 تعطي لنا 1 دورة للثانية. في الحالة الثانية اللي هي الحالة اليسرى التي فيها 30 دورة في الدقيقة، نقوم بنفس العمل، نقوم بتحويل الدقائق إلى ثواني، الدقيقة إلى ثانية، سنقسم 30 على 60 فيكون ناتج 0.5 دورة خلال الثانية. ثم بعد ذلك يقول: عرف الدور، عرف الدور واعطي رمزه. إذن في الدور ما هو إلا زمن الدورة الواحدة للتوتر المتناوب أو المتغير، رمزه هو تي، يرمز له بالرمز تي، ووحدة قياسه هي الثانية. إذن بعد أن طلب منا أن نعرف ونعطي الوحدة، ثم حدد قيمته في كل حالة واستنتج التواتر الموافق. هنا ما دمنا نجهل قيمة الحساسية الأفقية لا نستطيع حساب الدور ولا نستنتج التواتر، يعني عليه أن يعطي لنا هنا قيمة الحساسية الأفقية كم تساوي. إذن لدينا
الدورة استغرقت مربعين حقيقة، لكن قلنا الحساسية الأفقية مجهولة. إذن هذا بالنسبة للسؤال المتعلق بتحديد القيمة للدور واستنتاج التواتر. في هذه الحالة نستطيع أن نجد لا الدور ولا التواتر لغياب المعطيات. خامسا يقول عين المسح الأفقي على راسم الاهتزاز المهبطي، كذلك كيف نعين هنا في وثيقة. سادسا لماذا تعتبر الدراجة صديقة للبيئة؟ إذن فالدراجة صديقة للبيئة سواء في استعمالها أثناء التنقل أو لممارسة الرياضة، فهي صديقة للبيئة لأنها تعتمد على تحويل طاقة نظيفة، أي لا تنتج في استعمالها غازات ضارة بالبيئة. سواء اعتمدت على المجهود العضلي، فهي تحويل الطاقة أو الجهد الذي يبذله الشخص إلى حركة، وبالتالي لا توجد هناك أي غازات تنتج من هذا العمل، فبالتالي هي من هذا الجانب غير مضرة بالبيئة. كذلك إذا أردنا أن نستعملها لتوليد الطاقة الكهربائية، يعني نستعمل الدراجة من أجل أن نولد طاقة كهربائية، فكذلك هي تعتمد على دينامو. هذا الدينامو يعتمد على في عمله على التحريض الكهرومغناطيسي، أي من تحويل الطاقة الحركية ولا الكهرومغناطيسية إلى طاقة كهربائية. طاقة الكهرومغناطيسية زائد الحركة إذن يعطي لنا طاقة كهربائية، وبالتالي لا يوجد هنا لا احتراق ولا إنتاج لغازات ضارة بالبيئة، لذا تعتبر الدراجة الهوائية صديقة للبيئة. هناك دراجات حديثة قد لا تعتمد على الجهد العضلي يعني عند التنقل، وإنما تعتمد كذلك على الطاقة الكهربائية باستعمال بطاريات تعمل على تخزين الطاقة وتحويلها أثناء الحركة، يعني تحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية تخزن في البطارية ثم تستنفذ أو تستغل هذه الطاقة أثناء الحركة، وهكذا دواليك. إذن هذا بالنسبة للتمرين المتبقي في هذه الحلقة، والذي أفردناه بشكل مستقل في حلقة خاصة. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.